الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بهذا المتن والشرح وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال رضي الله تعالى عنه: ولا يخفى عليك، عند هنا، ولا يخفى عليك بعد هذا ما تشترك فيه الواجبات الثلاثة وما يشترك فيه اثنان دون الثالث، وما يزيد به كل واحد منهما على مجموع الباقين. الواجبات الثلاثة اللي تحدثنا عنها هي الصدق والأمانة والتبليغ. ممكن واحد يقول: لماذا لم يدخل الواجب الرابع؟ أنه لا يقع تحت الايه؟ تحت التكليف اللي هو الايه؟ الفرضان. فالاشتراك والزيادة ما يزيد أحدهما على الآخر أو اثنين على الثالث إلى آخره، إنما هو فيما هو واجب في حقهم: الصدق والتبليغ والأمانة. يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاثة الصدق والتبليغ والأمانة عرفت ما يزيد به كل واحد منها على صاحبيه، يعني على الإيه؟ على الآخرين، سهل عليك فهم هذه المطالب الثلاثة. واحد من يقرأ؟ يلا تقرأ يا شيخ علي، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى: يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاثة وعرفت ما يزيد به كل واحد منها على صاحبيه سهل عليك فهم هذه المطالب الثلاثة. عندنا مطالب ثلاث مهمة. المطلب الأول معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل، يعني في حاجة معينة كل واحد من الثلاثة ينفيها، يعني تتنافى هذه النقيصة مع الصدق وتتنافى مع التبليغ وتتنافى مع الأمانة. إذن ما هي النقيصة التي هي منفية بالثلاثة؟ وهم هي أمر صفة جبلية خلقية. أما الصدق ده ممكن هو يعني متصور أن يقوم بخلافه لأنه مكلف، يعني فيه اختيار. التبليغ ممكن مثلا يتصور عدم التبليغ، الأمانة ممكن يتصور خلافة، إنما الفضائل دي أمر جميل خلقي لا اختيار له فيه. إنما هذه الثلاثة صفات لهم مع بقاء الاختيار، لأنه هو لو كان لا يتصور منه إلا التبليغ فقط كيف يؤمر به بتحصيل حاصل؟ يعني هو الرسول بلغ بدليله إن لم تفعل، يعني هو في إمكانه ألا يفعل، في مقدوره ألا يفعل. إنما لما تكون أنت على مستوى معين من الذكاء هذا ليس داخلا تحت تصرفك أو تحت اختيارك، واضح؟ فعشان كده الكلام في اللي في الواجبات الثلاثة. نعم. يعرف الجوهرة من الواجبات، ما واجب في حقه. فالوجوب إما أن يكون بمعنى
اللي هو الواجب الثابت أو الذي لا يتصور في العقل عدمه، والوجوب بمعنى التكليف، يعني هم مكلفون بذلك، فهو داخل في الواجب بالمعنى الثاني، بالمعنى انه ايه الثابت الذي لا يقبل الانتفاع. ومع ان ايضا هذه الثلاثة ثابتة في حقهم لا تقبل ايه الانتفاع، لكن العقل يجوز، دي اسمه ايه يجوز، هي واجبة بدليل ايه اخر غير العقل، يعني في اصل الحكم العقلي يتصور، وهو مكلف مختار. أحدها معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل، عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني في نقيصة في مثلا وضع معين، وهو تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا، يعني مثلا بدل آية مكان آية أو غير المعنى، تبديل إما يكون في اللفظ أو في المعنى، هذا لو حدث يبقى منافي لإيه؟ يبقى منافي للثلاثة، لأنه يعد كذب، وهو أيضا معصية. شوف كده، يبقى إذن من حيث إنه كذب مدفوع بإيه؟ في الصدق، ومن حيث إنه معصية مدفوع بين، ومن حيث إنه خلاص بدل يعني غير، يبقى معناها كتم ما أمر، يبقى ده مدفوع بالتبليغ. يبقى لو تصور من نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أنه بدل شيئا غير ما أوحي إليه بتبليغه عمدا، لكان هذا كذبا وخيانة وكان كتمان. الآن عرفنا نقيصة اشتركت الواجبات الثلاثة في نفيها، اللي هي التبديل عمدا، لأنه التبديل يعني هو بدل وبلغ شيء لم يبلغه، هذا كذب ولا مش كذب؟ يعتبر كتمان، لأنه كتم الشيء الأصلي وبلغ غيره، هذا كتمان، أنه لم يبلغ، حتى وإن كان بلغ ولكنه بلغ غيره، فكتم ما أمر بتبليغه. ثم كونه تعمد الكذب، هذه معصية وهي مدفوعة بالإيه؟ بالأمانة. فهمت كده الآن؟ ارفع صوتي بس. وهي تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا لأنه كذب، فوجوب الصدق للرسل ينفيه، وهو أيضا معصية، فوجوب الأمانة أيضا يدفعه، وهو أيضا كتمان لما أمر المولى العظيم بتبليغه، فوجوب تبليغ الرسل عليهم الصلاة والسلام لكل ما أمرهم المولى العظيم بتبليغه يدفع أيضا هذه النقيصة فهذه نقيصة تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني لو سئلت ما هي النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم، اللي هي ايه؟ التبديل مش الكتمان. لو قلت الكتمان يبقى ده ايه؟ تبديل شيء مما أمروا بتبليغه عمدا، خد بالك عمدا، لو كان سهوا مش هيتنافى مع الايه؟ مع الأمانة. احنا عاوزين حاجة تتنافى مع الكل، لا، إذا كان سهوا هيتنافى مع الصدق فقط. ليه ما تصورش فين؟ هو يتصور ولكنه خرج بدليل آخر، الدليل العقلي لا يمنعه، إنما يمنع الدليل الإيه؟ الآخر. وذلك قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لو كان مش متصور نسيان بإيه معنى الاستثناء إلا ما شاء الله، فلو كان نسيانا مش هيتنافى مع الإيه؟ مع الأمانة، هيتنافى مع الإيه؟ مع الصدق. إنما هنا تبديل شيء مما أمروا بتبليغ عمدا، فلو حطيت لو شلت كلمة عمدا مش هيتنافى مع الواجبات الثلاثة، يبقى لابد أن يكون إيه؟ عمدا. الثاني من المطالب الثلاثة الباقية
الناقصة التي يشترك في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام اثنان من الواجبات الثلاثة. يعني لا تجد إلا حاجة واحدة فقط هي اللي مردودة أو مدفوعة بالإيه؟ بالثلاث اللي هي اللي قلناها دي، تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا. واضح كده؟ في بعد كده الشيء يشترك واجبان فقط، واجبان في نفيه. خلاص كده؟ احنا الآن هنتكلم على انه احنا اول بقول لك عاوزين ايه تفهم مطالب ثلاثة. فهمنا هذا المطلب الاول اللي هو معرفة ما يشترك فيه الايه؟ الثلاثة. الثاني من المطالب الثلاثة الباقية النقيصة التي يشترك فينا فيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام اثنان، نقص العدد، ويزيدان به على الواجب الثالث، فيشترك الواجب الاول والثاني. وخد بالك لما قال اثنان واحنا عندنا كم صفة؟ ثلاثة. يبقى اي اثنين؟ الاول والثالث. وبعد كده هنجيب الاول والثاني وهكذا. يبقى الاول هيشترك مع الثالث. خلاص كده؟ يبقى الاول وايه؟ لا، هنا الاول والثاني، الصدق والامان. الصدق والامان في منع الكذب عمدا الزائد على المأمور بتبليغه. يبقى هنا الكذب عمدا بس بعد ما تم التبليغ. يعني بعد ما تم التبليغ راح نبلغ حاجة من نفسه كده. يبقى في هذه الحالة الواجب الأول والثاني وهما الصدق والأمانة يشتركان في إيه؟ منع الكذب عمدا في الزائد. يبقى هنا شوف كده الكذب ده حينافي ايه؟ الصدق. تمام كده؟ لا، الكذب عمدا حيتنافى مع ايه؟ مع الكذب، سواء كان عمدا او حيتنافى، ولكنه لكونه عمدا تنافى ايضا مع الامان. يعني ايه اللي خلاه تعارض مع الامانه؟ لانه الامانه معناها عدم الخيانه، يعني حفظه ظواهرهم وبواطنهم عن التلبس بمنهي عنه ولو نهي إيه كراه. يبقى معناه لما يكون الكذب عمدا ده منهي عنه ولا مش منهي؟ يبقى هنا الكذب عمدا تنافى مع الصدق وتنافى مع الامان لانه معصيه. يبقى اذا اشترك في نفيه واجبان هما ايه؟ الصدق والامان. بس هذا في إيه؟ في الزائد على المأمور بتبليغه. إنما هناك كان إيه الفرق بين هذا وبين الأول؟ الأول كان تبديل، يعني شيء مكان شيء، فكان الشيء الذي أمروا بتبليغه كتموه، وكذا تنافى مع إيه؟ التبليغ. إنما هنا بلغ ما أمر بتبليغه، راح زاد بعد كده عمدا. أصبحت خيانة وأصبحت كذبة، ولكنها لا تتنافى مع التبليغ. إيه اللي خلى الأول يتنافى مع التبليغ؟ لأنه لم يبلغ ما أمر بتبليغ، بل بلغ غيره، بدل. يعني اجتمع فيه الكتمان، واجتمع فيه الايه؟ الكذب، واجتمع المعصية. يلا يا شيخ. ويزيدان به على الواجب الثالث، فيشترك الواجب الأول والثاني وهو الصدق والأمانة في منع الكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه، ولا يمنعه الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام. الله، يبقى الصدق والأمانة، فهمناها كده؟ يعني الواجب الأول والثاني، الأول هو الصدق والثاني هو الأمانة، اشترك في منع الكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه، ولا يمنعه الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام. ليه؟ لأن هذه النقيصة إنما وقعت بعد التبليغ العام، بعده، بخلاف الأول كان إيه؟ كان قبله، ما بلغش، قبل ما بلغش. طيب إذا عرفنا الواجب الأول والثاني اشتركوا فيه،
فعاوزين نعرف الواجب الاول والثالث شيرة. كده الامر الثاني المقيسه التي يشترك فيها الصدق في امر خارج عن التقليد في امور حياتيه او في ماديه. ما هو جاب لك مثال يعني مثلا اقول لك ما هو ما هي الناقصه التي تمنع بالثلاثه في امتعه؟ تبديل شيء. يعني مثلا قال له مثلا قل لهم كذا فكتم هذا وقال غيره. هذا منتف بالثلاثه. اما لو بلغ شيئا عمدا بعد ان بلغ ما امر بتبليغه يبقى هذا كذب لانه ليس مامورا بيتنافى مع الصدق ويتنافى مع الايه؟ لكنه لا يتنافى مع الواجب الثالث الذي هو التبليغ لانه بلغ بالفعل. الاول لا تسال الا بعد ما تعمل عمليه الحصر انه قد يكون السؤال اللي انت هتساله جاي منتفي بايه؟ ولسه الان في بعدين وخلاص فهمنا. ولا يمنعه الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام لان هذه النقيصه انما وقعت بعد التبليغ. ويشترك الواجب الاول والثالث. والان عرفنا اشتراك الاول والثاني. عاوزين نعرف الاول وايه؟ والثالث. وبعد كده عاوزين نعرف ايه بعد كده؟ الثاني والثالث. يبقى الأول والثالث. والثالث قولوا يشترك الواجب الأول والثالث. ويشترك الواجب الأول والثالث. ما هو الواجب الأول؟ الصدق. والواجب الثالث التبليغ. وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبديل نسيانا من بعض المأمور بتبليغه. يعني هنا شوف منع التبليغ عمدا عمدا ده تبقى مصيبتين مش مصيبة واحدة. هتبقى ايه؟ كتمان لو ما بلغش عمدا كده، وهيبقى خيانة اذا امتنع عمدا. اما اذا امتنع نسيانا فهذا مناف لايه؟ للواجب الاول اللي هو الصدق، ومناف للواجب الثالث اللي هو ايه؟ التبليغ. ليه؟ لانه عدم التبليغ نسيانا لا عمدا مناف للصدق. هو كده بلغ ولا ما بلغش؟ لم يبلغ. عدم التبليغ والتبديل. نعم؟ فين عندك كده؟ ويشترك الان في منع التبديل. تبديل تبديل ما احنا قلناها في الاول لما كانت عمدا قلنا انما نسيانا. يبقى هنا هذا مناف للصدق لانه ايه؟ كذب. ومناف لايه؟ للتبليغ. لكن ليس منافيا للامانه لانه لا مؤاخذه في الايه؟ في النسيان. النسيان او السهو ليس معصيه. ان الامانه معناها ثاني حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه. ما هو المنهي عنه؟ الحرام والمكروه. انما لو حدث شيء منه نسيانا هذا لا يتنافى مع كونه امينا، وانما يتنافى مع الصدق ويتنافى مع التبليغ، ما يتنافاش مع الأمانة النسيان. اقرأ هاتان كده. ويشترك الواجب الأول والثالث. ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبديل نسيانا عن بعض المأمور بتبليغه، فإنه مناف للصدق لأنه كذب ومناف للتبليغ المأمور بتبليغه. يعني لأنه هو في الحقيقة صحيح هو نسي، ولكن اسمه بقى لما يكون نسي أن يبلغ، هل يقال بلغ ولا لم يبلغ؟ لم يبلغ لأنه إيه؟ لا يعني لأنه لم يبلغ. الواقع أنه لم يبلغ حتى ولو كان نسيانا. وإن بدله نسيانا فليست معصية، لأن السهو والنسيان لا مؤاخذة فيه. ولا يمنع هذه النقيصة وجوب الأمانة لأنها
لها انما تمنع المعصيه ولا يمنع هذه النقيصه، ما يمنعش النقيصه دي وجوب، ولا يمنع هذه النقيصه وجوب الامانه، يعني وجوب الامانه لا يمنعها، فلازم تخليها كده مفعول به، ولا يمنع هذه النقيصه وجوب الامانه، لأنها أي الأمانة تمنع المعصية والمكروه، والتبديل نسيانا لا تكليف فيه، فليس بمعصية ولا مكروه، لأن الممتنع بالأمانة اللي هي المعصية الحرام، المعصية المعصية عموما صغائر وكبائر. تشترك الأمانة والتبليغ العام، يبقى هنا يعني يشترك الواجب الثاني والثالث، فالأول عرفنا الأول والثاني، والأول والثالث، هنا الثاني والثالث. وتشترك الأمانة والتبليغ العام في منع نقص شيء من المأمور بتبليغه عمدا، فإنه معصية وترك للتبليغ العام. يعني لو امتنع، يعني لم يبلغ أي شيء مما أمر بتبليغه عمدا، فهذا مدفوع بأمرين، بوجوب التبليغ وبالأمان، لأنه معصية، فامتنع بالأمانة من جهة كونه معصية، وامتنع بالتبليغ لأنه لم يبلغ. وكل واحد من هذين الواجبين، لأن الذي يتنافى مع التبليغ هو وعدم التبليغ، عدم التبليغ حتى ولو كان نسيانا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، يعني معناها إن لم يفعل ما أمر به يكون غير مبلغ. ده بعض قال إنه لو أمر بتبليغ شيء، أو أمر بتبليغ الشريعة كاملة ولم يبلغ شيئا واحدا، فكأنه لم يبلغ شيئا أصلا، يعني عدم تبليغ شيء كأنه لم يبلغ الرسالة كلها، وإن لم تأذن، لأنه عندما قال بلغ ما أنزل إليك لم يقل له وإن لم تفعل فما بلغت ما أنزل، قال فما بلغت رسالته، فنفى حتى التبليغ، لأنه التبليغ لازم يكون كاملا، اليوم أكملت فلو ترك جزء يبقى كأنه ترك الكل. كل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا ينفيه الواجب الأول الذي. فكل واحد من هذين يرجع إليهم، فكل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا ينفيه الواجب الأول الذي هو الصدق، لأن الترك من غير تبديل ليس بكذب. ترك التبليغ لكنه لم يبدل، متى يكون الترك كذب؟ إذا بدل خلاص ما تكلمش، ده قاعد ساكت ما بلغش حاجة خلاص، فكيف ينسب إليه؟ هل ينسب للساكت قول؟ خلاص لم يبلغ. الثالث من المطالب الثلاثة، والآن عرفنا مطلبان، المطلب الأول عرفنا مطلبين، الأول معرفة النقيصة التي هي مدفوعة بالثلاثة، ثم عرفنا ما هو مدفوع باثنين، سواء كان الأول والثالث أو الأول والثاني أو الأول والثالث أو الثاني والثالث، فهمت كده؟ ما لازم يكونوا اثنين، يبقى لازم تجيب كل واحد مع الثاني، كل واحد مع واحد، يعني تجيب الأول مع الثاني صورة، ثم تأتي بالأول مع الثالث هذه صورة، ثم تأتي بالثاني مع الثالث. في حاجة ناقصة عندك في العقل كده؟ إذا كان نسي حاجة يقولها، يمكن ربنا فتح عليك وفتحش بحاجة وفتحش عليك، ثم تسمع العقلية كده هتقلبها يمين شمال، هي كده ما فيش تاني، في احتمال تاني يا مولانا؟ ما فيش. يلا. ثالث من المطالب الثلاثة ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين.
يعني الآن كمان إيه مطلب آخر. المطلب الأول إيه سهل، مطلب الثاني شوية كده لافت. هنا عاوزين نعرف إيه اللي يزيد كل واحد من الثلاثة على الاثنين. خد بالك مش هيبقى واحد، ده هيبقى كل واحد. يعني هما الأول هيزيد على الإيه؟ على الثاني والثالث. وبعد كده الأول اسمه ده الثاني هيزيد على الأول والثالث، وبعد كده الثالث شوف كده كل واحد إيه هيزيد على الاثنين اللي معاه. لسه هيجي بعدين الكلام ده، ما تسبقش الأحداث، أنا لسه الآن في تشكيل الوزارة. الثالث من المطالب الثلاثة ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين. الواجب الأول وهو الصدق يزيد على مجموع الأمانة والتبليغ العام بمنع الكذب نسيانا في غير المأمور بتبليغه. يعني ممكن واحد يقول ما هو الأمانة وحدها تكفي، ما هو الأمانة معناها أنه لا تصدر منه شيء مخالفة. طب ما هو بدل ما نقول الصدق، ما هو الكذب ده ممنوع بالأمانة وليس ممنوعا بوجوب الصدق. طب احنا محتاجين للقصد الصدق حيزيد حاجة مش موجودة في الأمانة، وهو ايه؟ منع الكذب نسيانا. يبقى إذا استفدنا حاجة ما نفعتش فيها الأمانة وحدها ولا نفعش فيها التبليغ، زاد الصدق على الواجبين الباقيين بمنع الكذب نسيانا. سهوا واحد، يبقى امتناع الكذب سهوا هذا ليس ممنوعا او ليس ممتنعا بالأمانة، لانه ليس معصية. الذي يمتنع بالأمانة اللي هو يكون معصية، يعني حرام او مكروه، انما ده نسيان، فهذا ممنوع بوجوب الصدق وليس ممنوعا بوجوب الأمان. فالآن عرفنا أن الصدق ما ينفعش، نقول الصدق ما فيش داعي لأنه داخل في الأمان. أقول له داخل من ناحية ومش داخل من ناحية تانية، يعني داخل من ناحية لإيه؟ العمد، إنما النسيان لا. نسيانا في كل في غير المأمور بتبليغه، لأنه مناف للصدق وليس منافيا للأمانة ولا للتبليغ. بس خد بالك منع الكاذب نسيانا مش في المأمور بتبليغه، لو كان في المأمور بتبليغه حيتنافى مع التبليغ. إنما في غير المأمور بتبليغ، عشان كده ما يتنافاش مع التبليغ. فلا يفهم نفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصدق. يعني لا يفهم نفيه عن الرسل اللي هو إيه؟ امتناع الكذب في غير المأمور بتبليغه نسيانا، هذا لا يفهم نفيه إلا بالواجب الأول اللي هو الصدق. ولذلك ما ينفعش الإجمال هنا، لازم نفصل، لأنه التفصيل بيعطينا زيادة. يعني مثلا فاكرين في الصفات الإلهية لما نقوله وجوب الوجود والقدم والبقاء، عارف وجوب الوجود يستلزم القدم ويستلزم الوحدانية ويستلزم البقاء ويستلزم المخالف، فلماذا لم نقل بواحدة وقل ما فيش داعي للصفات السلبية الخمسة؟ ما هو واحدة فقط هتغني عنه. فواجب الوجود لا يتعدد، وواجب الوجود لا يكون إلا واحدة، ويكون ولا يتصور في الواجب العدم، فمعناه كده لا يلحقه فناء، يبقى كده ثبت له البقاء ويثبت له القدم لأنه واجب. لو كان جائز لاحتاج إلى محدث، يبقى كده بوجوب الوجود ثبت القدم وثبت البقاء وثبتت المخالفة، ثبت قيامه بنفسه وثبتت الوحدانية. طيب ما خلاص ما فيش داعي نقول التفاصيل دي كلها. قال لك لأنه الخطأ هنا صعب شوية، فلازم ندققها ونفصلها عشان ننفي أي احتمال للخطأ. يعني علينا بأن نفصل حيث فصل الشارع، وأن نجمل حيث أجمل.
ما دامت في تفصيل أكيد في حاجة في التفصيل مش موجودة في الإجمال، أكيد لازم، وإلا ما هي الداعي. يلا يا شيخ. ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام بمنع المعصية في غير الكذب. يعني في سؤال هو كيف صورة الكذب نسيانا، يعني أن يخبر بشيء مخالف للواقع ولكنه دون أن يتعمد ذلك، يعني أن يقول على شيء إنه حصل ولم يحصل، هذا صورة الكذب نسيانا. أي شيء يخبر بأنه حصل هذا الشيء أو أوحي إلي به ولم يوحى إليه على جهة النسيان، هذا ممتنع بإذا بالصدق، ولكن ليس ممتنعا بالتبليغ إلا إذا كان قبله، أما إذا تم التبليغ خلاص مش ممتنع به. يعني ممكن هذا اللي هو الكذب نسيانا، يعني إن كان بعد التبليغ يتنافى مع الصدق فقط، وإن كان قبل التبليغ يتنافى مع التبليغ ويتنافى مع الصدق، ولكنه لا يتنافى مع الأمانة لأنه ليس معصية لأنه نسيانا لا عمد. ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام بمنع المعصية في غير الكذب وبعد. ويزيد الواجب الثاني اللي هو الأمانة، يعني هي إيه ذات الأمانة على الصدق شده وعلى التبليغ، لأن التبليغ لأنه لو لم يبلغ لم يكن أمينا خلاص كده، ولو بلغ شيئا غير ما أمر لم يكن صادقا، فإحنا عاوزين خلاص دخل في الإيه في الأمانة، فعاوزين ما الذي يزيد بالأمانة على الصدق والتبليغ ويزيد ويزيد الواجب الثاني ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام بمنع المعصية في غير الكذب وبعد التبليغ العام كالسرقة. شوف كده اللي زاد الأمانة ده زادت على إيه؟ على الصدق والتبليغ بمنع المعصية في غير الكذب، لأن المعصية إذا كانت كذبا فهي ممنوعة بالإيه؟ بالصدق. وبعد التبليغ، بعد التبليغ كالسرقة، وإذا أفادتنا الأمانة أنه لا تصدر منه معصية. طب واحد يقول لك ما هو الكذب معصية، بس يقول يعني فائدة الأمانة أنها منع صدور معصية أخرى غير الكذب، يعني كأنها زادت على إيه؟ على الصدق بامتناع معصية أخرى، زي السرقة زي الزنا، أي معصية كبيرة أو صغيرة فهي ممنوعة بالإيه؟ بالأمانة اللي هي العصمة. ما هو عشان يزيد على التبليغ، لأنه بعد ما بلغ خلاص لا يتنافى ما يبلغه مع كونه بلغ، هيقول له أنت ما بلغتش، والله أنا بلغت، وما اللي حصل ان انا تطوعت من عندي بحياة من نفسي. لا، ما ينفعش انه يتطوع، ده ممنوع بقوله ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني دي الآية دي تمنع حاجتين، تمنع انه يتقول اثناء التبليغ او بعده، فلا يبلغ شيئا من نفسه الا اذا كان بيان او شرح، لا يعتبر ده وحي، يعني ده الوحي فيما امر ايه فيما نزل عليه من احكام ورساله. وبعد التبليغ العام كالسرقه، ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الاولين وهما الصدق والامانه بمنع نقص شيء مما امروا بتبليغه نسيانا من غير تبليغ ولا اخلال. يعني لو كان لو امتنعوا يعني بسبب نقص شيء مما أمروا بتبليغه نسيانا، ده ممنوع بيده بالتبليغ لأنه نسيان مش ممنوع بالأمانة خلاص كده. من غير تبديل، أنه لو كان تبديل هيتعارض مع الايه؟ مع الأمانة أيضا. ولا إخلال فيما بلغ، فإنه مناف للتبليغ العام فيفهم نفيه منه،
أظن واضح اللي مش فاهم حاجة ومش في شيء صعب يسألها. ها؟ يعني أخلى ما بلغه على الوجه الذي أمر بتبليغه. يعني مثلا أمره بصورة الوضوح والبيان فبلغه، ولكن دون إيه أن يفهم أو دون قال إخلال. زي ما كنا يعني أعطيك شيئا وأقول لك بسرعة فأنا اسم قلته لك، لكن أنت لم تستوعب معي إيه الكلام، هذا في إخلال. خلاص كده. إنما لو واحد سألني ليه ما قلتوش، أنا قلت له، بس قلت له بطريقة ما عرفش إيه يأخذ يستوعبه، هذا اسمه إيه أخلى. إنه مناف للتبليغ العام فيفهم نفيه منه ولا ينافي الواجبين الأولين، ليس بكذب ولا خيانة. ليس بكذب ليه؟ لأنه وقع بعد ليه؟ على التبليغ. ولا خيانة لأنه إيه؟ نسيان. لا كذب ولا إيه؟ ولا خيانة. فجميع المطالب في هذه الواجبات الثلاثة خمسة، هذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها. يعني عاوز يقول لك المطالب في الواجبات الثلاثة خمسة، وقال ثلاثة هو. الواحد معرفة الناقصة اللي يشترك فيها الكل، مش كده؟ الثاني معرفة الناقصة التي يشترك فيها اثنان دون الايه؟ دون الثالث. الثالث ما يزيد أو ما يتفرد، كويس، ما يتفرد ده جميل، ما يتفرد به كل واحد على الايه؟ على الواجبين الباقيين. دول كام؟ ثلاث. هو بيقول لك المطالب كلها خمسة، هذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها والمطلبان السابقان. ايه هما المطلبان السابقان؟ هما معرفة معاني الواجبات الثلاثة، يعني معنى الصدق ومعنى الأمانة ومعنى التبليغ، ومعرفة ما يزيد به كل واحد على كل واحد من صاحبيه. لأنه هنا في المطلب الثالث ما يجي واحد يتوهم أنه الخامس ده هو الثالث، لأنه الثالث بيقول لك ما يزيد به كل واحد على الواجبين الباقيين. أما الخامس اللي يقول لك معرفة ما يزيد به كل واحد على كل واحد وليس على إيه؟ على اثنين. وبالله تعالى التوفيق. يبقى الآن فهمت الوقت، الصفحة دي مهمة شوية. معرفة النقيصة التي يشترك فيها الواجبات الثلاثة، معرفة إيه ما يشترك فيه اثنان دون الآخر، معرفة ما يزيد يعني ما ينفرد به كل واحد على الواجبين الباقيين، معرفة معاني هذه الصفات الثلاثة، نقائص هي الصفات الواجبات، معرفة معاني. ويقول لك فجميع المطالب خمسة، هذه الثلاثة والمطلبان السابقان، وهما معرفة معاني الواجبات الثلاثة ومعرفة ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من صاحبيه. وبالله التوفيق. هندخل على ايه؟ المستحيل. الله المستعان. والمستحيل. والآن عرفت الواجب كام؟ أربعة. بس الثالث مش داخل كده. الصدق والأمانة التبليغ والفطانة. ثم عرفنا إيه معنى كل واحد وما يشترك إلى آخره. الجائز يعني إيه؟ معنى كلمة الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما معنى الجائز؟ يعني الجائز هو الذي لا يقول العقل بوجوبه ولا بنفيه، يعني لا يقول بوجوبه ولا باستحالته، وإنما يقول بجوازه. هذا المراد بكلمة الجائز. أما كلمة المستحيل
معناه ايه؟ ما لا يتصور ايه وجوده. والمستحيل في حقهم عليه الصلاة والسلام تعضاد هذه الثلاثة، لا قفاء أنه إذا علم ما يجب في حقه، يعني إذا أنت عرفت الواجب ففي نفس الوقت أو في الوقت نفسه عرفت المستحيل، لأنه ضده وبضدها تتميز الأشياء. أول ما تعرف الواجب خلاص ما فيش داعي، لأنه المستحيل هو ضده. فإذا كان الصدق واجبا فالكذب مستحيل، خلاص كده. وبعدين الأمانة، يبقى المستحيل هو الخيانة، يعني أن يقع في ذنب أو في معصية إلى آخره. ثم بعد ذلك التبليغ، يعني ليه ضد الكتمان، يعني عدم. ليه؟ لما يجي واحد يقول لي انتوا في التعريف يا مشايخ الازهر الشريف، قلت ايه؟ التعريف النبي هو انسان اوحى الله اليه، ما هو انسان، نكتفي بكلمه ذكر وانثى بتذكير الضمائر، اوحي اليه خلاص، ما فيش داعي نقول كلمه ذكر، لانه لو كان غير كده كان قال اليها كده انسان، بس كلمه انسان دي في ال ده يعتبر ايه؟ جنس افرادي، يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني تقول إيه؟ هذا انسان، هذه انسان، يعني حتى المراه لا يقال انسانه الا على لغه بعض المولدين، زي اللي قال انسانتنا فتانه بدر الدجى منها خير، وده يعني لغة ضعيفة. يبقى الهاء اللي في كلمة إنسانة هذه من لحن العوام، ولكن وجه من الايه؟ من الأوجه الضعيفة. يبقى هنا تعريف النبي إنسان، مش كده؟ أوحي إليه. واحد يقول لي إنسان من بني آدم، هو إنسان حيكون من بني إسرائيل، ما هو إنسان إنسان من بني آدم، أنت ما في داعي برضه الزيادات دي. إنسان أوحي إليه بشرع، وهي ثاني وأمر بتبليغه، لا سواء أمر أو لم يؤمر بتبليغه. إذا أمر برسول، يبقى إحنا عايزين نقول أمر بتبليغه. في حاجة هنا غريبة كده، هنا أوحي إليه بشرع سواء أمر أو لم يؤمر، أو أمر أو لا. كلمة أولادي أو لا يصدق بإيه؟ يصدق بثلاثة وليس بواحد. يعني لو كان هو، احنا قلنا لم يؤمر بالتبليغ، يبقى معناها ايه؟ يعني معناها في احتمالات ثلاثة، انه امر بالكتمان، يبقى ده ايه؟ يعني يصدق كلمة او لا، يصدق بالحرمة وبالكراهة وبالجواز، لانه هنا ما فيش امر، يعني معناها يعني اقول لك انا غير مأمور بالتبليغ، غير مأمور بالتبليغ، يعني معناها أمرت بالكتمان أو خيرت، ما هو التخير ما فيش أمر، يعني أنت هتبلغ أو إيه؟ أو يكون التبليغ في حقه مكروها. يصدق به بثلاثة، بالحرمة والكراهة والجواز. يبقى معناها كيف نقول إنه الكتمان هنا منافي للتبليغ، مع إنه هو قد يكون أمر به، يعني أمر بالإيه؟ بالكتمان. يبقى الكلام هنا مش في شأن مين، عشان تبقى فاهم، في شأن الرسل، إن المأمور بالتبليغ هو مين؟ الرسول. ولذلك قال هنا إيه؟ الواجب أو المستحيل في حق الرسل، مع إنه حيدخل الأنبياء معهم إلا في التبليغ. طب والنبي ما يبلغش خالص، أمال إيه فايدة كونه نبي؟ ينبه كده، قال لك يكون الأحكام دي خاصة في حق نفسه، أو يبلغ أنه نبي، أو بأحكام يتعبد بها هو لنفسه.
خلاص كده يبقى مش معناه لم يؤمر بالتبليغ، معناه انه امر بضده. نعم. يعني يقول لك على الاقل يبلغ، المقصود بالتبليغنا تبليغ الاحكام او الشرائع، ولكنه لا بد ان يبلغ ولو انه نبي حتى يحترم او ليدفع ضرر، يعني كان يخشى على حياته مثلا، يقول لا هو حذر انا مش رجل عادي، مش هتاخد فيها 3 سنين وخلاص، ده انا نبي، ده لو قتلتوني هتدخل النار، فكده يحافظ على ايه؟ على حياته. لا بس المقصود بالتبليغ مش هذه الشرائع، ليس مقصودا المحرم او راى شيء من الناس، هل ده ملوش دخل بالتبليغ ولا فايده، ممكن اقول لهم ده عيب ده حرام ده خطا، انت اي انسان يقولها لسه نتكلم، يعني في شريعة نزلت عليه أو حاجة أحكام نزلت عليه لم يؤمر بتبليغه، لا يفهم من أنه لم يؤمر بالتبليغ يعني أمر بالضد، قد يكون لم يؤمر بالتبليغ يعني التبليغ بالنسبة له جائز يبلغ أو لا، هو مخير فيه وليس واجبا عليه أن يبلغ، فالذي واجب عليه أن يبلغ هو الرسول. يعني ممكن النبي يتصور منه التبليغ أيضا، يتصور منه التبليغ، لكنه الفرق بينه وبين الرسول أن الرسول التبليغ واجب عليه، إنما ذا يبلغ بمزاجه يعني مخير في التبليغ، يعني لو ما بلغش مش هيسأل، بخلاف مين؟ واضح؟ يبقى إذا ممكن يشتركوا في التبليغ أيضا النبي والرسول، بس مين الأغلب أو الواجب؟ هو الرسول. لا خفاء أنه إذا علم ما يجب، وأما المستحيل في حقهم فأضداد هذه الثلاثة، احنا عرفنا الثلاثة، فالمستحيل هو إيه؟ الضد. وأما المستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام فأضداد هذه الثلاثة، لا خفاء أنه إذا علم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه ما يستحيل في حقهم، ولما علم وجوب الصدق في حقهم وعلم استحالة، في شوال، ولما علم وجوب الصدق في حقهم علم استحالة الكذب عليهم، علم استحالة الكذب عليهم وهو الإخبار بما لا يطابق ما في نفس الأمر. يعني إذا الصدق هو إيه؟ مطابقة الواقع أو نفس الأمر، والكذب هو عدم المطابقة، عدم ليه؟ المطابقة. ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة القيامة عليهم وهو التلبس بمنهي عنه نهي تحريم، التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. إذن فأفعال الرسل أو الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام تدور بين بين الوجوب والندب، حتى الجائز بالنسبة لهم مندوب للقدوة بهم. نطلع الصلاة نكمل حاجة بسيطة كده. النبي ما عليه الا الاتباع الشرع الثابت.